حاليا بمواجهه نادر مطر بيحاول يلعب الكره الى داخل منطقه الجزاء خطيره مع ابراهيم ديوب وحسن شحيطو داخل منطقه الجزاء سمير اياس ممكن يعمل سدد سمير اياس تعود لموني بخلص ابدا جول للعهد وموني كان على الوعد وعد الجمهور الكبير بالتسجيل وصلت لموني موني عادة ما بيغلط بهيك نوع من الكرات موني اللي اشترك بالكرة الأولى حتى لعند سمير سمير سدد ارتدت من المدافعين لحسين شرف الدين إنما مين كان مندر التمرير لعند مين لعند علي حديد علي حديد بيعكسها حلو كتير حلو كتير جول موني موجود وين ما كان موني بيسجل كيف ما كان بقدمه اليسرى سجل برأسه عم بيسجل والعهد 5 السلام 0 نتيجة كارثية بالنسبة للسلام إنما نتيجة كبيرة نتيجة معنوية مهمة بالنسبة للعهد بهالمرحلة تحديدا شوفوا الكرة يلي لعبت من علي حديد ذكية كتير قال لك ببداية المباراة أحمد الزرقي بيلعب الكرة لحسن شعيتو موني الأخير بيتقدم بسدد كرة قوية النتيجة أصبحت 2-0 للفريق الأصفر هدف عم يسجل بعد مرور 24 دقيقة على انطلاق اللقاء الإعادة ومن غير زاوية ومن كل الزوايا بالملعب عم تشوفوا عبر شاشة الام تي في الأهداف يلي عم تدخل موني عم يعطي التقدم 1-0 هيدي كانت فينا نقول نتيجة لحاله بيتقدم بمرر الكره لمحمد حيدر بحضرها لموني وفرصه هدف رابع بعد ما عم نحكي بعد ما عم نقول موني عم بيسجل هدف الشخص الاول له جول رابع لفريق العهد العهد يلي عم بحقق نتيجه عاليه نتيجه كبيره المباراه ما حدا عم بيقدر يهدي ابدا فريق العهد الفريق الوحيد يلي بعد ما خسر فريق قادر يروح للقبه السادس بسهوله نظرا لادائه الكبير يلي عم بيقدم حيمون راح يلعب كره عرضيه ابراهيم ديوب راح يسدد كره راسيه راح تهز الشباك 1-0 راح يتقدموا العهد فرحة اللاعبين كرته إلى حسين زين إلى حسن شعيته رأسيته راح تشي باكو لحارس مرمى الإصلاح مباراة راح تنتهي بفوز كبير للعهد على الإصلاح برج الشمالي بنتيجة 6-1 العهد وركنية للعهد داخل منطقة جزاء ومتابعة داخل الشباك كانت رأسية من يعقوب وعيسى ومتابعة بيتقدم موني وبيسدد داخل الشباك جول ثالث لينهي المباراة المباراة انتهت المباراة انحسمت موني عم بيرفع رصيده ل 13 هدف كرة لداخل منطقة الجزاء عم يطالبوا بخطأ كانوا فريق النبيشيت حسن شعيتو موني بيسدد وبهز شباكه لي أحمد تكتوك للمرة الثانية بهالمباراة اثنين العهد لش إبراهيم ديوب بمر بيلعب كرة إلى حسن شعيتو موني والأخير ما بده أفضل من هيك جول ثاني لحسن شعيتو الثالث لمصلحة العهد